اهلا بيكم في فقره جديده وجمالك دايما من الطبيعه. انا معاكم امنيه طاهر، هنعمل مع بعض وصفات كتير جدا جدا تخص شعرك وبشرتك، وكلها حاجات طبيعيه وكمان موفره جدا. مفيش بنت ما بتحبش تشوف شعرها دايما ناعم ومفرود وصحي وبيلمع جدا، وكمان بنبقى نفسنا جدا نشوف شعر بناتنا بنفس الشكل. عشان كده دايما بنعمل سشوار بيبي ليس كتير قوي قوي لحد ما بنهلكه، وده غلط جدا. النهارده هنعمل مع بعض وصفه بديله للبروتين بتفرد الشعر جدا، تخليه ناعم جدا جدا، وصفه هايله. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. هنستخدم في الوصفه دي النشا، والنشا هو اهم حاجه النهارده في وصفتنا، وكمان موزه مضروبه في الخلاط وعسل ومعلقتين زيت زيتون. هنجيب بوله كبيره وهنخلط فيها حوالي 4 معالق كبار من النشا، وهنحط عليه معلقتين عسل كبار، وهنحط عليه معلقتين زيت زيتون، وهنحط حوالي موزه كبيره مضروبه في الخلاط. هنخلطها كويس قوي قوي قوي، ولو حسيت ان هي سمكها جامد هتزودي شويه من زيت الزيتون لحد ما تكون كريمي جدا، سهله ان انت تحطيها على الشعر. كده بقت الوصفة بتاعتنا جاهزة ان احنا نحطها على شعرنا، وصفة البروتين الطبيعي. وده كده بيكون شكلها كده زي الكريم. بعد كده بقى هنيجي للخطوة التانية، هي كده جاهزة خلاص ان انتي تحطيها على شعرك. هنغسل الشعر كويس جدا وهنسيبه ينشف، وبعدين هنبتدي نقسم الشعر بتاعنا لنصين، ونبتدي بفرشة او بايدينا البيسي جلافز، وتبتدي توزعي على الشعر، تغرقي الشعر كله من الكريم ده، وبعدين هتبتدي تسرحي الشعر كويس جدا علشان الكريم يكون دخل في كل الشعر، وهتلفيه كويس قوي كده كحكة، وتحطي فيه بنسة وتسيبيه حوالي ساعة. وبعد ساعة هتغسلي بالشامبو والبلسم بتاعك، هتغسلي شعرك وهتلاقي نتيجة مبهرة جدا 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 لشعرك. تلاقيه بيلمع قوي وطري، وابتدى كمان ان هو مع الوقت ومع تكرار الوصفة هيطول. النشا كمان حلوة قوي قوي للشعر، في فيتامين عالية ومضادات اكسدة، في اوميجا 3 فبتساعد على فرد الشعر. الموز من الحاجات المرطبة قوية جدا للشعر، احنا بنقول عليه كونديشنر طبيعي للشعر، فالتركيبة دي كلها هتفيد شعرك قوي. هتبتدي تفرده مع الوقت، كل مرة هتعمليه هيفرد اكتر، لكن من اول مرة تعمليه هتلاقي نتيجة فرد حلوة جدا.